أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأيام، نبدأها وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي عن تزايد عدد السكان في العراق، والذي يعد من بين بلدان العالم التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني السنوي وتقدر بما لا يقل عن 2.5% أو أكثر في العام الواحد، إذ يزداد عدد السكان سنويا بنحو 1 مليون نسمة. نتابع. التضخم السكاني يخيم على العاصمة بغداد سنة بعد أخرى، يرافقها تدني الخدمات الأساسية وتراكم الأزمات الاقتصادية وسط غياب الخطط الخاصة بالزيادة السكانية من خلال الحكومات المتعاقبة، ناهيك عن عدم توسيع العاصمة مع ازدياد هجرة أغلب المحافظات إليها للبحث عن عمل، فضلا عن غياب قانون تحديد النسل. الدولة لازم تجد حلول توسع المدينة، تجد مثلا المحافظات نفسها على كل نظام، يجي نفس النظام ما يطور، كل تطور ماكو، لازم تحدث مدن جديدة خدمات. الدولة تقدر تسوي لها ألف حل موجود، توسع مدينة بغداد، هاي أطراف بغداد أكو بيها هواية مناطق، هواية دوانم غير مشغولة، كلها فارغة، تقدر تسوي لها مثلا أبنية عمودية، بناء عمودي. أكثر من 9 ملايين نسمة فقط في بغداد، معظمهم يقطن في التجاوزات والعشوائيات نتيجة غلاء أسعار العقار بشكل كبير، ناهيك عن تفاقم عدد المركبات إلى 8 ملايين مركبة وفق الإحصائيات الأخيرة، أسباب جميعها انجمعت لتولد ضغطا سكاني غير مدروس من قبل الجهات المعنية. والله هو التضخم بشكل عام يعني بالبغداد خصوصا بغداد كلش هواية، والتضخم نقدر نقول فشيء مو صحيح. ليش؟ لان هذا راح ياثر على باقي من سنوات الحياه، ياثر على الكهرباء، ياثر على المجاري، على الصحه، على يعني انت مثل بغداد محدده بنسبه معينه، احنا من نزيد هذا العدد راح يصير تضخم على نفسها بغداد نفسها، يعني نقدر نقول على خدماتها. وبنفس الشيء السيارات بكثره تضخم، بحيث انت ما تقدر توصل لبيتك بالساعات، يعني ساعه ونص الا توصل للبيت. ماذا بعد اجراء التعداد السكاني المنتظر منذ سنين؟ هل ستكون هناك اجراءات حكوميه حقيقيه لمعالجه التضخم في البلاد وتوفير حياه كريمه للمواطنين، ام سيكون تعداد فقط لمعرفه اعداد العراقيين؟ من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. مشاهدينا، أجدد الترحيب بحضراتكم وأرحب بضيوفي في الاستوديو عضو مجلس محافظة بغداد السابق الأستاذ نزار السلطان، مرحبا بحضرتك. والخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد، مرحبا بجناب. مرحبا بك وبضيفك الكريم. أهلا بحضرتك أستاذ نزار. نتحدث اليوم عن زيادة النمو في العراق وتحديدا العاصمة بغداد، تقدر يعني هذه الزيادة بنحو 1 مليون نسمة في العام الواحد، برأيك شنو أبرز الأمور اللي لازم اليوم نتوجه لها أو تتوجه لها الحكومة لحل المشاكل؟ تعرف كل ما تزداد السكان في العاصمة نحتاج إلى أمور إضافية، يعني ما معقولة أنه العاصمة تبقى على حالها 30 أو 40 سنة والتعداد السكاني بتزايد. إذا أريد نبدأ من أولاً، شنو أبرز الأمور اللي لازم تتوجه لها الحكومة؟ شكراً لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام. حقيقة يعني هذا الموضوع يمكن إحنا تناولناه في عشرات اللقاءات وماخذين بإجراءات واصلة إلى مرحلة التنفيذ في قضية إنقاذ بغداد بمشروع واحد يرسم الخارطة القطاعية للمدينة إلى سنة 2050. 2040 كان المشروع وعدلناه مؤخرا إلى 2050، وهذا هو ديدن كل المدن والعواصم العالمية أنه تضع سياسات قطاعية ترقى إلى مستوى القانون أو أقوى من القانون بعض الدول، حتى تحافظ على ديمومة واستدامة النمو المدينة بشكل علمي بدون أن تتشابك أو تتعقد أو تتداخل القطاعات مع بعضها في المدن وخاصة العواصم. في بغداد معروف أنه آخر تصميم أساسي صدر به قانون يحكم المدينة إلى سنة 2000 تقريبا، هو قانون العاصمة رقم 156،
ولم يشهد أي تحديث على هذا القانون إلى يومنا هذا اللي كان مصممة الدراسة لاستيعاب 6 مليون مواطن في بغداد وبظروف الحرب اللي مر بها العراق وتأخرت أكثر من 50% من المشاريع لم تنفذ حتى عام 2000، مشاريع طرق، مشاريع أنفاق، مشاريع مستشفيات، مجاري، كل القطاعات نسب العجز بها بعد قبل حد 2003 تفوق 50% في بعض القطاعات بما فيها السكن طبعا. بهذا الوضع المأساوي للأسف الشديد يعني كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ما صار اهتمام جدي بقضية تحديث التصميم الأساسي، والزيادة السكانية لمدينة بغداد اللي هي أعتقد متميزة أو بها زيادة أكثر من المعدلات الطبيعية للمحافظات الأخرى أيضا لها أسباب، وأهم سبب في أنه بغداد معدلات النمو السكاني بها عبرت 3% هو التكدس فرص العمل، يعني النشاطات بالأخص النشاط الصناعي. بغداد واحدة من 3 محاور مهمة بالعراق نتيجة سياسات سابقة تركزت بها النشاطات الصناعية، مع تراجع خطير في بعض المحافظات وخاصة الجنوبية أصبح النزوح لبغداد يعني كأنه الملاذ الآمن لكسب العيش، وبالنتيجة اليوم المواطن اللي يسكن بغداد ويحصل سكن في بغداد أصبح مواطن بغدادي، وبالنتيجة الزيادة السكانية هي مو نتيجة الولادات فقط بس هي نتيجة النزوح اللي صار نتيجة يعني تراجع الخدمات في محافظات مهمة نتيجة التهجير اللي صار بعد أعمال الإرهابية، وكل هذه أدت إلى تصاعد غير يعني اعتيادي في عدد السكان لمدينة بغداد اللي أصبحت عملية استيعابها بشكل منظم قضية معقدة نتيجة عدم وجود رؤية سياسية حقيقة وعدم يعني وجود شخصيات يعني صانعة قرار تهتم أو تنتبه لخطورة الوضع في بغداد قبل فوات الأوان، وأنا نبهت وحذرت أكثر من مرة. أنا أسألك شنو مشكلة بغداد اليوم؟ من شنو تعاني بغداد؟ بغداد تعاني من سوء إدارة فقط، كل شيء ما بيها بغداد فقط سوء إدارة لتنظيم الفعاليات. المشكلة الأساسية لبغداد أنه فقدت الإطار القانوني لاستخدامات الأرض انتهى سنة 2000، 6 مليون إنسان يفترض أكو إطار قانوني لاستخدامات الأرض، أكو قانون بيثغرات، القانون لا يصلح للنظام تعددي، القانون اللي يمشي أمانة العاصمة يصلح لنظام رئاسي، نظام تعددي تم استغلال الثغرات الموجودة في قانون العاصمة وتم تغيير مساحات كبيرة من استخدامات إلى استخدامات بدون رؤية. مثل شنو؟ يعني استخدامات الأراضي الخضراء، كثير من الأراضي الخضراء قضمت وبشكل قانوني بثغرة قانونية موجودة بقانون العاصمة، وحولت مساحات خضراء إلى مناطق سكنية وتجارية وصناعية، وبالنتيجة هذه القصص نبهنا عليها منذ أكثر من 15 سنة أنه تعالوا خلينا نحدث القانون لأن القانون هذا لا يصلح لنظام تعددي. منو يصلح منو لنظام منو ديكتاتوري؟ منو يبدو الأحزاب منو يستطيع إيجاد يبدو هذه الثغرات؟ يبدو الأحزاب الحاكمة مستنعمة بالديكتاتورية وكل من يبني دولته الخاصة إلى. لا أحكي لي أي جهة اللي تقدر توجد هذه الثغرات وتصنع على نفسها ومصالحها. أقول 3 جهات مسؤولة عن هذا الموضوع، محافظة بغداد، أمانة العاصمة، رئاسة الوزراء، يعني هم أصحاب القرار. احنا كلجنة انا في 3 دورات سابقة حديثي وديدني وشغلي كله على قضية تحديث التصميم الاساسي، لان راح نوصل الى خوانق لا يمكن عبورها، راح نوصل الى انهيارات خدمية وبدت عندنا مؤشرات الانهيارات الخدمية، واليوم قضية التلوث بغداد 30 ضعف عن مؤشر العالمي للتلوث الهواء 30 ضعف، رقم 1 بالعالم بغداد اليوم. ممتاز. وبكرة ممكن بالطرق ما نقدر نطلع من خانق الاختناقات، لأنه كل اللي يصير الآن هو عملية ترقيع، لأنه المجسرات والأنفاق نعم تسوي لك مرونة، بس مرونة إيش قد تعطيك؟ يعني تعطيك 5-10%. يوم العالم متأملة راح تكمل الجسور وهذه المشاريع. تكمل الجسور إحنا مطلوب من عندنا. بغداد تدري إيش قد مطلوب من عندنا؟ بموجب التصميم الأساسي مطلوب حدود 200 مجسر ونفق حتى تفكك هذه الاختناقات. مع وجود منظومة مترو مو واحدة، مع الخطوط الحلقية اللي الخط الحلقي الرابع هسه يلا باشرنا بإنجاز
البداء المباشرة به. والخط الحلق الرابع ما راح يعالج كل المشكلة، يحتاج لنا خامس، لأنه هذه قضايا فنية يعرفون المختصين بها. أكو قضايا كثيرة تراكمت على بغداد وعبرت حدود التحمل. عملية يعني الخروج من هذا الخانق، نعم كل هذه المشاريع مطلوبة، أن نبدأ اليوم أفضل من بكرة، نعم، بس دفعنا ثمن غالي وراح ندفع بعد أكثر. جيد. بالنتيجة النهائية كل ما دا يجري في بغداد هو عبارة عن قرارات. احنا بحاجة الى قانون يحفظ هيبة استخدامات الارض لمدينة بغداد لسنة هدف. بدون قانون راح تبقى القرارات اللي هي تخضع للمزاج السياسي تتحكم في الواقع الحضري لمدينة بغداد، وهذا اخطر شيء. جيد، اذا تسمح لي طولنا على استاذ علاء. استاذ علاء، اسألك، ما هي اهم المشاريع التي يجب ان تبدأ الحكومة فورا بتنفيذها لان الوضع يذهب باتجاه الخطورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجه تحية لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم أيضا. طبعا ما تفضل به الأستاذ هو مهم جدا، شرح للحالة والتحديات الموجودة اليوم. المشكلة مو أنه شنخلي مشاريع ترقيعية وآنية في سبيل حل الأزمة، التحديات مستمرة والأزمة في تفاقم. بغداد قبل عام 2003 غير بغداد بعد عام 2003، لا من ناحية عدد السكان ولا من ناحية المحددات اللي تسمح بالسكن في داخل بغداد، اللي كانت تعداد 57. نعم. الانشطارات اللي صارت في المساكن اللي وصل 40 أو 50 متر، استخدام المناطق الزراعية واستغلالها، أيضا التجاوز على المعسكرات وما كان موجود من مؤسسات دولة أصبحت مدن، المدن اللي أيضا أنشئت، فصار ضغط سكاني كبير جدا على بغداد لا تحتمل هذا العدد الهائل من السكان. يعني نحتاج مثل ما صار في مصر، القاهرة شقد كانت أزمات، نتذكر في الثمانينات والسبعينات أزمة اكتظاظ سكان. مع ذلك احنا مو نحكي عن بغداد ونقول فيها أزمات، هو ارتفاع لسعر المتر المربع الواحد أغلى من أغنى مدن العالم. نعم. يصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 12,000 دولار أو 15,000 دولار. وهذا طبعا بالمعيار أنه من تحكي على مشاكل وتحديات وازدحامات ما يتناسب اقتصاديا مع سعر المتر. احنا اذا نريد نسمي هذه الجهود حلول ترقيعية، زين اليوم الحكومة تقول لك أنا باستطاعتي وخلال عام واحد أو عام ونص أنا سويت أكثر من 70 نعم. 80 جسر، هذا اللي أقدر عليه. زين، يقول لك أحسن من الماكو، ليش ما بالفترة اللي مضت أكثر من 20 سنة ما شفنا جسر أو جسرين؟ إشقد راح تنحل هذه الأزمة؟ يعني إشقد راح تنحل وترجع من جديد في كل زيادة سكانية؟ اليوم مثل ما صار بالبرازيل عندما العاصمة ريو دي جانيرو أيضا صار بها اكتظاظ، بنوا عاصمة أخرى انفتحوا على، سووا برازيليا عاصمة أخرى. يمكن اليوم أن ينفتح بغداد على محيطها الواسع، أنه تنفتح على الأقل تنقل بغداد الإدارية بالدرجة الأساس مع المدن اليوم اللي توقعت مشاريعها الاستثمارية كمدينة علي الوردي. نعم. وأيضا مدينة الجواهري، يمكن أن تفتح محيط بغداد بحيث تقلل الزخم السكاني وأيضا تنطي مميزات للسكن في المحافظات، إرجاع السكان إلى محافظاتهم الأصلية بإيجاد فرص عمل في داخل المحافظات. لأن اليوم فرص العمل حتى للذين يأتون من خارج العراق، هو اليوم يجي لبغداد سواء كانوا نازحين أو عاملين أجانب، عند الهم الأساسي أنه يعمل في بغداد، مع العلم أنه إذا أرجعنا كل سكان محافظة يرجعون إلى سكنهم أو مكانهم الأصلي راح يخف الضغط، بالإضافة إلى الانفتاح في مدينة بغداد مع تقليل عدد السيارات وإيجاد مشاريع مثل ما ذكر. شلون ترجعهم الأماكنهم؟ ما هي يعني اللي كان فلاح الزراعة يقول لك وضع يعني ما ممكن أنه يرجع. يعني تطبيق التعداد 57 وشروطه كان هو من المحدد لأنه بغداد ما يصير بها اكتظاظ سكاني، يعني على الأقل يخف الزخم على مدينة بغداد، لأن هذا العدد الهائل الكل اليوم في مسألة السكن يبحث عن فرصة العمل على لقمة العيش، وين ما تكون لقمة العيش ينتقل إلها. صارت بغداد بإزدحامها بوجودها إيه، وجاي نعاني من التكتل والتركز في مناطق معينة. اليوم نسأل أنه لو تم التوجيه ومثلا محاولة من الحكومة لنقل الأسواق أو إيجاد فرص العمل على أطراف العاصمة بغداد، هذا الأمر ما ممكن أنه يخفف من هذه الضغوط على العاصمة. أكيد اليوم تطي مميزات، مثلا اللي يرجع إلى سكنه تنطي قطعة أرض أو تمنح فد مميز معين بحيث يتشجع أنه يرجع لمحافظته، تمنح قطعة أرض وقرض يقدر يبني بيت في محافظته
ويسحب السكان على الأقل من بغداد ويسحب هذا الزخم والتكتل الهائل اليوم في زيادة مستمرة. يعني حتى مسألة الازدحامات المرورية ومسألة التلوث والاختناقات كل ما موجود اليوم هو نتيجة الاكتظاظ السكاني وتركزه في محافظة بغداد. أكثر من 9 مليون ربما وصل إلى 10 مليون في داخل بغداد. إذا نحسب المدن المكتظة مثل مدينة الصدر اللي عبر سكانها أكثر من 4 إلى 5 مليون طبعا مع تردي مستوى الخدمات قد ما تريد الدولة أو الحكومة توفر خدمات في هذه المناطق راح تكون عاجزة عن توفيرها بسبب هذا الزخم السكاني. إيه هو اللي جاي يصير هسه يصير العكس، أنه نشوف اليوم المجمعات السكنية وكثرتها وين؟ في وسط مركز العاصمة بغداد. نعم زين، يعني تجيب من الأطراف تقعد بالنص راح يسوي المشكلة بمشكلتين. يعني شوف هسه الجامعات اللي انفتحت بعد 2003 الجامعات الأهلية تركزت في قلب بغداد في وسطها، المولات والاستثمار اللي أعطيه اللي عن طريق هيئة الاستثمار وهيئة استثمار بغداد كلها متركزة في داخل بغداد، الوزارات والدوائر الحكومية اللي تبحث عن مقرات أيضا في داخل بغداد. هذا يسوي ضغط حتى في مسألة السكن، أيضا يريد سكن قريب عن مصدر عمله أو مصدر عيشه، فكان من الأولى أنه يكون تخطيط صحيح للاستثمار بحيث ينفتح على محيط بغداد بدل ما ننطي يعني في منطقة زيونة ثلاث مولات فيما يقارب 2 كيلومتر مربع ومولات كبيرة جدا. يعني هذه مو الأولى أنه تنتقل إلى خارج المدينة أو إلى أطرافها. وجود أحياء صناعية أيضا في داخل بغداد تشكل أزمة ومشكلة، وجود مناطق صناعية أيضا وتجارية في داخل بغداد، كانت هسه الآن فكرة من قبل أمانة بغداد أنه تسحب مدينة منطقة الشورجة إلى الخارج يكون منطقة تبادل في أطراف بغداد. هي فكرة لكن لحد الآن هي الموضوع خلاص أفكار وتسويف. أكو رفض، أكو جهات ترفض، أكو جهات ما تريد التغيير. يعني هاي المناطق اللي بيها هي ملك خاص، أنت كيف تجبر صاحب الملك خاص أن يتخلى عن ملكه إذا ما تنطي أشياء بديلة تنطي مميزات بحيث تشجعه أنه يتخلى عن ما موجود اليوم؟ حتى لو ردنا نسوي أسواق نظامية، شوف يوم الخميس على الجمعة منطقة النهضة وسوق الجمعة، شوف الازدحام والاكتظاظ اللي يصير. ما نقدر هذا السوق اللي هو المواد المستعد ينقل إلى أطراف بغداد في منطقة بها مساحات فارغة ويبنى بشكل حضاري مثل ما موجود في كل الدول. جيد جيد أستاذ علاء، ذات اسمح لي أستاذ نزار، اليوم إحنا إذا نريد نسحب يعني عدد معين من العاصمة بغداد للأطراف، يا أخي ما معقولة اليوم الجامعات بنص العاصمة، المعاهد بنص العاصمة، مقرات الوزارة، شيل المقرات خليهن بالأطراف، سوي لك هاي الجامعات الكليات تنقلها للأطراف، وزعها دائر مداير بغداد، وحتى الصناعة التصليح التجارة الجملة الغيرها الغيرها، ليش ما نذهب بهذا الاتجاه وإنما نذهب باتجاه العكس تماما؟ أستاذ العزيز، يعني قضية البناء في داخل بغداد مركز العاصمة ما مستفيد منه ابن الأطراف الفقير، ما يقدر يأخذ له شقة ب 300 ألف دولار 400 ألف دولار، مستفيد الناس يعني أصحاب رؤوس الأموال والأحزاب وغيرها. بالنتيجة هي قضية معروفة، أصبحت قضية كأنها غسيل أموال في قلب العاصمة. إحنا نتحدث عن مشروع باستدامة لتنمية حضرية لبعد زمني لمدينة مليونية عاصمة العراق. ما ممكن أنت تنجح بقرارات بهاي الطريقة، ما ممكن تعالج المشكلة. أنت اليوم كأنك تمشي قطار بدون سكة. زين أنت إذا ماكو قانون اليوم بغداد، إحنا نعرف يعني هسه أنت من ترجع تخطيطيا لبغداد راح تشوف حركة العلاوي في بغداد كل 10 سنوات تتغير مواقعها بموجب مخططات. حتى هاي الشورجة وجميلة وهاي المناطق هاي بدائلها موجودة بموجب تصميم أساسي في أطراف المدينة، وممكن الذهاب إلى إلى بدائل أخرى. الإشكالية عندنا اليوم أنت متريد تطلع الإنماء الشامل 2030، واحدة من أهدافه هو يعني إيجاد سكن لمليون وخمسمائة ألف نسمة من قلب العاصمة في أطراف المدينة. زين من جهة تناقش بعض الأخوة قالوا إيه إحنا نطلع، قلت له شو نطلع على أساس؟ أنت على أساس تجي على مواطن قاعد بمدينة صدر تقول له أطلع اسكن بالراشدية أو اسكن بالتاجي؟ لما يكون موظف ودوامه بهذه الوزارة ويكون عليه قريب وتنطي قطعة مجانية. القضية قضية تخطيطية، أنه تنقل فعاليات اقتصادية أصبحت في قلب المدينة مشطوبة، انقلها طلعها للأطراف
هو المواطن راح ينتقل وياه. بالضبط. يعني مثلا انت عندك جراجين نهضة وعلاوي، الجراجين بموجب التصميم الاساسي مشطورة اربعة وموزعة اثنين بالرصافة واثنين بالكرخ، ومواقعها موجودة. يعني بالرصافة اكو قطعتين باسم وزارة النقل، زين، واحدة 25 دونم وواحدة يمكن 20 او 30 دونم، زين، بديل جراج النهضة اطراف المدينة على الحدود الحضرية مدينة العاصمة. ممتاز. وبالكرخ ايضا اكو جراجين. يا ابو النقل طلع طلع جراجاتك برا، ايه؟ حتى تخفف الزخم وتخفف وجود هاي الجراجات العشوائيه اللي تصير باطراف المدينه. يروح يطيل النهضه استثمار، وابو الامانه نسال يقول انا ما منطي موافقه، لانه النهضه اصلا محطه مترو مستقبلا. وبالنتيجه هذا الشغل العشوائي ديربك المشهد. هذا واحد وهذا مقطع. فانت اليوم بالنتيجه من تيجي تصير توزيع متجانس لبغداد، بغداد مساحتها 4700 كيلومتر مربع، مساحة العاصمة واحدة ألف ربع، زين، الألف بيها أكثر من صار وصل 7 مليون نسمة، وثلاثة أرباع المساحة المتبقي اللي هو بحدود 3 مليون نسمة. زين. شوف الفارق، التكدس السكاني. شنو أسباب التكدس هذا في قلب العاصمة بربع المساحة؟ هو الفرص الاقتصادية. اشطبها طلعها. بالضبط. أكو قسم مشطوبة مثلا، أساني مصفى الدورة مشطوب من 96 مفروض يطلع يغادر إلى جرف النصر في بابل، ما يبقى 40 كيلومتر مربع أراضي تروح باتجاهات أخرى وتبقى ملك وزارة النفط. ممكن يصير سكني، ممكن يصير سياحي، ممكن يصير تجاري، أي استخدام وزارة النفط تستخدمها باسمها، تبقى الأرض لها ما تأخذها. مثلا مع من نسيج لسه قاعدة بالكاظمية منطقة استراتيجية، وزارة الصناعة نسيج يريد مادة، يريد قطن، يريد صوف، القطن بالكوت، وديها للكوت والأرض تبقى مالتك. فلوس المكاين اللي بالمعمل السجاد اللي بالكاظمية يمكن نص المساحة الأرض الموجودة تعادل المكاين مالته فد 3-4 مرات. يا أخي طلع مكاينك ودي المعمل هناك واستخل هاي المساحة بموجب التصميم الأساسي، سويها مجمع سكني، سويها سياحي، سويها وهكذا. هذا باقي كله مذكور ضمن التحديث. هذا القديم. الجديد ممكن يكون أقوى وأحسن وأكثر مواءمة لما يجري في بغداد. هذه الحلول موجودة ضمن التحديث. الحلول جزء منها عبر عليها الزمن، انتهت. زين. هاي كلها يفترض تعالج بحدود عام 2000. أحكي على قانون انتهى. زين. احنا نحكي اليوم عن نفسه. أنا أحكي على إيجاد قانون جديد. القانون الجديد يراد لدراسة استشارية من شركات عالمية رصينة، ينتهي بدراسة تخطيطية متكاملة لكل القطاعات، والخلاصة مالته إصدار قانون يحكم هاي الفعاليات، والقانون يشرع بشكل رسمي، والقانون ليس القرار. الربع يبدو مستأنسين للقرارات، لأن القرارات تعرف استثناءات بها مباحة. يعني أي قرار اليوم رئيس الوزراء عنده صلاحية الاستثناء فيستثني ويمشي. قبل كان عندنا شخص واحد قبل 2003 يستثني، اليوم عندنا 50 شخص، 50 زعيم، وكل زعيم يريد الاستثناء، وبالنتيجة الاستثناءات كثرت بكثرة الأحزاب. وما يحصل في بغداد هو خرق للقانون اللي هو أصلا انتهى سنة 2000 وبثغرات لا تنسجم مع النظام السياسي الجديد. إيوان كانت الحكومات من بعد 2003 لليوم. حس حضرتك عضو في مجلس محافظة لثلاث دورات. أنا أسأل إنه عمل مجالس المحافظات، مجلس محافظة، المحافظة، الأمانة، على طول 20 سنة. قرارات هاي القرارات بيد الزعامات السياسية، مو بيد عضو، حتى عضو برلمان ما يقدر عليها. الزعامات السياسية يبدو مدى يمتلكون الرؤية لمشكلة بغداد، أو هم مستأنسين بالقصة هذه لأنه العشوائية مستفادين من عدها. أكو عشوائية يقدر يسوي هاي القطعة، يسوي يحولها من منطقة خضراء إلى منطقة سكنية، ويقدر يأخذ هذه الأرض يسويها من زراعية إلى تجارية. من أكو قانون ما يقدر بعد، لا رئيس وزراء ولا رئيس برلمان ولا أي واحد يقدر يتلاعب بمنظومة المدينة بالبعد بسنة الهدف. جيد. هذا اللي نوصل إلى، والدراسة كاملة واشتغلناها ومشكلة بها لجان، والآن أنا لحد الآن دا أتواصل ويا مجلس محافظة بغداد بإلحاح قد أجد فرصة في إطلاق العمل بمشروع بغداد الهيكلي 2050.
جيد أستاذ علاء، وين برأيك المشكلة، بالتخطيط أم بالتنفيذ؟ يعني اليوم مرات نشوف بعض الحالات في العاصمة بغداد وفي المحافظات الأخرى، نشوف اليوم الجهات الحكومية مثلا تبدأ بمشروع تبليط شوارع غيرها، تجيك بعد شهرين تحفر اللي بلطته، ها والله شنو ما مسوين مجاري جوا. إي أدري أنت وين شنت قبل تبلط، قبل تبني، قبل تسوي، تجي تبلط وراها بعد شهر تجي تحفر وتفلش المشروع وتعال عيد من جديد. من المشاكل الأساسية يعني المعضلة الرئيسية في بغداد هي تعدد جهات القرار. يعني المحافظة ومجلس محافظة جهة، أمانة بغداد جهة، رئاسة الوزراء جهة، الأمانة العامة جهة، هيئة الاستثمار الوطنية جهة، استثمار بغداد جهة، هذه كلها عدها متعلقات، القرار متشعب، لا توجد وحدة هي التي تخطط لداخل بغداد تتخذ قرار. على سبيل المثال جد الحلول اللي مطروحة كانت في السابق في زمن الدورات اللي فيها الأستاذ أو حتى اليوم، مثلا التاكسي النهري، طبعا هذا ما يراد لحتى استثمار وبناء بنى تحتية، ما يراد لمجرد أنه تشغل وتقدر تحل جزء كبير من أزمة الازدحام، يكون النقل مثل ما موجود في تركيا، في مصر، في كل الدول اليوم اللي تستخدم النقل النهري. هذا جانب. الجانب الآخر حتى مسألة المترو والبحث عن شركة استثمارية واستشارات أيضا هي متعلقة بمن اللي راح يقدر يدخل يستثمر بالعراق، بحيث يبني لنا مشروع استراتيجي لخمس سنوات أو عشر سنوات يقدر يحل أزمة. يعني الأزمة تفاقمت في داخل بغداد منذ 2003، بل موجودة الشركات الراغبة بالاستثمار في العراق موجودة، ما تقدر تشتغل. ليش ما تقدر تشتغل؟ ما تقدر تشتغل، يعني خلينا نكون صريحين، الفساد الإداري اللي ماخذ جزء كبير جدا، الشركات الاستثمارية اليوم تبحث عن بيعة آمنة وجاية من دولة فيها حسابات مالية تريد تشتغل بدون كومشنات وبدون أي شيء. إذا المشروع الاستثماري أو الشركة صاحبة المشروع يطلب منها مبلغ مقدما، يلا يتم الشروع. خلينا نكون صريحين بالتنفيذ، لأن هذا موجود. يعني أكثر المشاريع الاستراتيجية الكبيرة جدا ما قدرنا. اليوم مشكلة التلوث اليوم تفاقمت، اللي هاي من أيام صارت، يعني هذا كله ترى تراكمات، وصلنا إلى مرحلة تلوث 70% اليوم. هذه المشاكل والفساد بسبب الحلقات الزائدة، لو شنو أسباب اليوم هذه المشاريع اللي نفذت في العاصمة بغداد؟ نعم. لما صارت تحت إشراف رئيس الوزراء شفنا سرعة بالتنفيذ. نعم. والإنجاز، وعندنا مشاريع كملت بست أشهر وبسنة. الحلقات الزائدة تعرقل للعمل، نرجع نظام دكتاتوري. أيضا البيروقراطية لها تأثير، والروتين لها تأثير. شوف هسه هذه المشاريع اللي نفذها رئيس الوزراء ايش قد هسه لغط عليها، وايش قد راح يصير حسابات بعدين في مسألة اختيار الشركات، في مسألة الصرف، في مسألة تقدير كلها في المشاريع. ترى اكو ناس متربصة لهذا الموضوع. يعني اليوم تعدد الوجهات وتعدد القرارات حتى تخلي اي صاحب قرار ما يقدر يتخذ قرار، لان معرض للمساءلة في مسألة الاتهام بالفساد او غيرها. يعني حتى اللي يريد ينفذ، حتى وان كان اليوم التنفيذ السريع بكلفة اعلى، ربما يحاسب مستقبلا. اليوم ايش قد اللغط في داخل في وسائل الاعلام انه هذه المشاريع تكلفتها اكبر، هذه المشاريع بها فساد اداري. لكن هي المهم انه اليوم ننجز مشاريع، المهم اليوم يكون عندنا مشاريع، يكون عندنا تخطيط صحيح. هل احنا نبقى نعمل بحلول ترقيعيه نحل ازمه؟ يعني اليوم اكو قرار انه معامل الطابوق في منطقه النهروان تنقل الى اماكن اخرى، ودراسه من قبل البيئه والتربه انه تدرس بيئة أخرى وتربة مناسبة بحيث تتحول. طب هذه المعامل مو بالثمانينات كانت موجودة في داخل بغداد وتم نقلها إلى منطقة النهروان باعتبارها منطقة بعيدة؟ ليش ما يصير تغيير للوقود، الوقود النظيف والصديق للبيئة، بدل ما أنا أرجع وأنقل معامل وهم بعد سنتين ثلاثة عشرة هم أنقلها إلى مكان آخر؟ ليش ما نخطط بشكل صحيح نتحول بوسائل صديقة للبيئة؟ استخدام الغاز أو استخدام الطاقة النظيفة هو طبعا جزء كبير جدا من منع التلوث. نعم. لكن احنا اليوم نبحث بحلول، حتى المحطات الغازيه اللي تم انشائها اللي تعمل اليوم بالنفط الاسود او هي اساسا فيها مشاكل حتى في داخل بغداد او في المحافظات، ليش ما نخطط الى محطات صديقه للبيئه ونظيفه ونعمل بالطاقه الشمسيه؟ المشكله احنا حلولنا اللي جاي يصير، يعني بعد سنتين ثلاثه يصير هذا الحل، نحتاج حل اكبر والمشكله تتفاقم. يعني ما راح يحل لي اس المشكله. فيعني الله يعين كل الموجودين اليوم، سواء كان صاحب القرار، رئيس الوزراء، أيضا هناك جهات أخرى مثلا مجلس النواب أو مجلس المحافظة، تعدد جهات القرار
تمنع أن تنفذ، لكن نحتاج إلى خطة فعلا تنفذ على أرض الواقع، خطة خمسية انتشار بغداد من الواقع الحالي. لكن تعدد جهات التنفيذ تسوي لنا مشاكل. أنا أريد أفهم مداخلة أستاذ نزار أنه يعني تشوف أنه الإشراف المباشر من قبل رئيس الوزراء على هذه المشاريع إيجابي أم سلبي؟ سلبي. ليش؟ يعني هذا دليل عجز، أنه إحنا عجزنا أن نعمل بالدستور وبالنظام اللامركزية الإدارية ونمشي نظامنا بطريقة تكاملية. فرجعنا إيه مو 20 سنة رجعنا إيه رجعنا 20 سنة إحنا بالتقاطعات رجعنا للدكتاتورية إحنا بخيارنا وكأنه إحنا عشاق. خلاص إلغي غير الدستور ورجع النظام الرئاسي وفضل القصة. أنت أرشكم سوي انتخابات مجالس محافظات ومجالس بلدية إذا أنت ما قادر. إيه الشارع يقول لك أنا 20 سنة شو استفاديت من مجالس المحافظات؟ أنا أريد لي جسر أريد لي تقاطع. أستاذ العزيز أنت اليوم اللي تفضل بيه أستاذ كل صحيح تعدد القرار. زين. أنا دا أتحدث عن قانون سياسة قطاعية لمشكلة بغداد، تحكم بقانون محدث بديل قانون العاصمة يسد الثغرات اللي احنا شفناها وعرفنا شون خربت المدينة واستغلت من قبل الأحزاب. زين. واحنا نعرف الثغرات تعالج، يصدر قانون جديد. القانون الجديد من يقر مهما تعددت وسائل القرار أو رؤوس القرار، القانون يحمي إلى حين صدور هذا القانون، وإذا توفرت الإرادة السياسية بصدور هذا القانون. هو قانون يراد لشغل سنتين ونص ثلاثة بالزايد. زين. من 2005 ندق نريد نوصل لإصدار قانون يحفظ هيبة بغداد ويحطها على السكة الصحيحة شأن العواصم العالمية، ما قدرنا. أنت وين رايح لي؟ خلاص يا ريت زعيم سياسي واحد يفتهم أهمية هذا القانون حتى نقدر نحمي بغداد ونأمن استدامة حضرية وبيئية واقتصادية لهذه المدينة. أيه الـ 2050 وتقول ما يقبلون من يصير 50 جهة قرار بعد من يصير قانون بعد ما يقدر لا أبو أمانة العاصمة ولا أبو المحافظة ولا رئاسة الوزراء يتجاوز القانون. نعم. اللي يحمي نمو المدينة بشكل علمي. أنا بدون قانون الكل تدخل شوية. تعذرنا يعني شوية ما انطيناك الوقت الكامل. عضو مجلس المحافظة السابق أستاذ نزار السلطان شكرا جزيلا لحضرتك. الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون عن توجه وزارة الصحة لإنشاء مراكز ومستشفيات ومجمعات للطب النفسي مع تزايد ثقافة مراجعة الأطباء النفسيين بالوقت الذي لا يمتلك العراق سوى 150 طبيب في الطب النفسي، ما يعني وجود نقص كبير بالأطباء. خلينا نتابع هذا الانفو وبعدها راجعين. إذن مشاهدينا أرحب بي الدكتورة نيران يوسف الأخصائية النفسية. مرحبا بحضرتك دكتورة. أهلا وسهلا بكم. دكتورة نتحدث عن توجه الحكومة لإنشاء مستشفيات في العاصمة بغداد، بنفس الوقت نتحدث أنه لا يوجد أكثر من 150 طبيب نفسي في العاصمة بغداد، وهناك تزايد وإقبال وربما ثقافة في العاصمة اليوم بغداد وفي على مستوى العراق جميعا. اليوم أكو حاجة فعلية لمراجعة الأطباء النفسيين، شنو أبرز الأمور اللي تطورت حتى نشوف أنه هذا التوجه صار نحو مراجعة الأطباء النفسيين؟ وأيضا أسألك شقد اللي ممكن عدد نحتاجه من الأطباء النفسيين لتغطية الحاجة الفعلية؟ طبعا بدءاً امتناني وتقديري العالي جدا لقناة الأيام لبرنامجكم لتسليط الضوء على موضوع حقيقة يعني أعتبره حيوي جدا السنوات الأخيرة، يعني لكثرة
احتياج المجتمع إلى الثقافة النفسية داخل المجتمع الواحد. نعم. طبعا مبادرة يعني ما زالت مبادرة هي يعني القيام ببناء عدد من المستشفيات. نعم. النفسية والتأهيل النفسي حقيقة، واعتبرها أنا مبادرة إيجابية كون المجتمع، ليس المجتمع العراقي على فكرة، وإنما هذه ثقافة عامة بكل المجتمعات، ويمكن إحنا تأخرنا نوعا ما في فتح. إيه اليوم لما يعني نقول 3000 مراجع بالشهر. نعم. الواحد. نعم. للأطباء النفسيين بالفعل عندنا. نعم. 3000 مراجع بالعراق، يعني هي أكو لبس بالموضوع، يعني الموضوع يعني مو اللي إحنا كل شخص يراجع يحتاج طبيب نفسي. زين. أكو عندي مرشد نفسي، وعندي أني يعني معالج نفسي، وعندي طبيب نفسي، حالات مختلفة نفتقد إلى المراكز النفسية، يعني مو كل شخص يراجع هو يحتاج إلى طبيب وتداخلات علاجية، في بعض الأحيان نحتاج إلى المعالج النفسي والعلاج اللادوائي، وطبعا وهذه يمكن نحتاج لها احنا حلقة، لكن المجتمع بحد ذاته يحتاج إلى وعي، إلى ثقافة، إلى مراكز نفسية. طبعا المراكز اللي هي الضم كل من المرشد إضافة إلى المرشد النفسي طبعا حصرا إلى المعالج النفسي والطبيب النفسي، حالات متباينة ومختلفة، وهنالك تخصصات مختلفة في هذا المجال. الثقافة العامة بالمجتمع أنه الشخص عندما تكون لديه أزمة نفسية أو مشكلة نفسية توجهها راح يكون فقط للطبيب، يمكن أنا أقول لك غلط، مو دائما الطبيب اللي إحنا نحتاجه، في بعض الأحيان نحتاج إلى المعالج النفسي وليس الطبيب. هذه الثقافة اللي سائدة طبعا على مستوى البلدان بأسرها إحنا نفتقدها أو نوعا ما متأخرين، لكن في الآونة الأخيرة تقول لي أنت أكو مراجعات، أقول لك نعم، أكو وحدة تضم داخل المستشفيات النفسية ألا وهي يعني خلينا نقول إحنا المدمن المخدرات اللي هو منه اللي تحتضن يعني هو إدمان نفسي، تحتضن هذه المستشفيات. في السنوات الأخيرة ارتفع عندي الرينج في هذا المجال. زين. لكن المستشفى واحدة في بغداد، إذا هنالك نحتاج. إيه هذه مشكلة، ما ممكن يعني بمركز واحد يعالج مدمن المخدرات مع المريض. مستحيل، حتى عدد الأسرة داخل يعني يعتبر قسم من أقسام أخرى، لأن إحنا هذه المستشفى ما تضم فقط العلاج، وإنما تضم يعني خلينا نقول إحنا علاجات أخرى خلينا نقولها، فأنت ما المستشفى وحدة مستحيل تقدر تسد النقص اللي حصل عندي، إضافة إلى إحنا يعني على فكرة إحنا في عصر خلينا نقول إحنا الآن في عصر الضغوط، وهذه الضغوط تولد نحتاج إلى 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 المراجعات النفسية. اللي أتمنى حقيقة ليس فقط من خلال منبركم ومن خلال برنامجكم، ليس فقط المستشفى تضم الطبيب، وإنما خلينا نقول إحنا السيستم الكامل للعلاج النفسي من مرشد إلى معالج إلى طبيب، حتى نقدر نغطي ونسد هذه الحالات. بالنسبة في بداية الحلقة ذكرت قلت يمكن عندنا 150 طبيب، يعني ما أعرف. نعم. الإحصائية هل هي إحصائية موثقة من وزارة الصحة؟ يعني حسب التقارير المنشورة الأعداد أكثر، يعني إحنا الضخ في بالنسبة للأطباء وخاصة بالسنوات الأخيرة، يعني عدنا أخصائيين وعدنا متخصصين في هذا المجال، لكن تقول لي أكو مستشفيات، أقول لك لا ماكو مستشفيات، مستشفى واحدة وما تقدر تغطي كل اللي يحصل عدنا أو كل الحالات أو أيضا حالات هذه في بغداد مستشفى واحدة كرخو رصافة. نعم، كرخو صافة اللي هي مستشفى أبو رشد اللي هي قديمة يعني جدا قديمة وهي المتعارف عليها، ما تقدر تغطي الحالات وما نقدر يعني حتى الثقافة المجتمعية، يعني من أقول لك أكو مراكز، أريد مراكز أهلية خلينا نقول بغض النظر عن المستشفيات قليلة بالمجتمع العراقي ما عندنا إحنا، فنحتاجها يعني نحتاجها المجتمع يحتاج. دكتورة إذا تسمحي لي أرحب بالدكتور كمال الخيلاني. دكتور مرحبا بحضرتك. دكتور إذا تسمعني. دكتور الصوت واضح يم جنابك. دكتور كمال عندنا مشكلة شوابية الصوت مع الدكتور. طبعا دكتور كمال تحياتنا إلى عنده مركز يعني عرفته، ويعني خطأ يعني صار على خطأ العلاج اللادوائي، واللي إحنا يعني كما ذكرت قلت لإحنا. نعم. مو فقط نحتاج الطبيب، فهنا يعني إلى بصمة في هذا المجال، وأتمنى يعني الكل يحذو حذو دكتور كمال، وتكون هنالك يعني خلينا نقول إحنا عيادات متخصصة، حتى وإن كانت يعني خلينا نقول إحنا لجلسات نفسية أو لحل بعض المشاكل. دكتورة أنا أسأل من خلال متابعاتكم للحالات اللي زوركم للعيادات، أكو إقبال اليوم؟ أكو استعداد من قبل المرضى لأنه يتعالجون. نعم. في مراكز مثلا. نعم. شنو أبرز هذه الحالات؟ على فكرة يعني
سابقا كانت الثقافة النفسية نوعا ما خلينا نقول احنا غير مقبولة بالمجتمع، هنالك وصمة اجتماعية. بالضبط. يعني الشخص كان اللي يقول احتاج الى طبيب او مراجعة متخصص نفسي كان ينعت به للاسف انه هو المجنون. نعم بالضبط. وقع حال هذا، لكن بعد التطور وبعد يعني خلينا نقول احنا الاطلاع على ثقافات الاخر وايضا بعد الحاجة الماسة، يعني الشخص بدأ يشعر انه نريد هذه المساندة، المساندة النفسية طبعا الكل احنا نحتاجها والكل نحتاج إلى مراجعات في هذا المجال. بدأ المجتمع نوعا ما يتطور، يعني هسه أنت بدل ما يقولك ماني أروح للبلدان المجاورة يعني أبحث لي عن معالج في هذا المجال، أتمنى يكون ببلدي. بدأ المجتمع يتطور نوعا ما، بدأ المجتمع يعني يعترف بالثقافة النفسية وأيضا يحتاج إلى المساندة في هذا المجال. يعني هسه نظرة المجتمع ما هي النظرة القديمة اللي خلينا نقول إحنا قبل 30 أو 40 سنة، فهنا أنا هذه بالعكس يمكن هذا يعني راح يعني خلينا نقول إحنا راح يكون يعني داعم انه احنا نخطو خطوه نحو هذه خلينا نقول احنا المراكز النفسيه المتخصصه. نعم اذا تسمحي لي. اذا للتصحيح، اخصائي العلاج النفسي دكتور عدنان محمد ارحب بحضرتك واعتذر من جنابك. دكتور تسمعني؟ دكتور عدنان؟ اذا شكرا جزيلا لدكتور عدنان محمد، اكو مشكله بالصوت. دكتوره عود اللي حضرتك واسال نفس السؤال، اي الحالات اليوم تحتاج الى مراجعه الطبيب النفسي؟ على فكره يعني عندي بعض الاضطرابات هي اضطرابات عصابيه والبعض الاخر ذهانيه. العصابية نحتاج إلى العلاج اللادوائي اللي هي جلسات، عبارة عن جلسات وتبدأ بالتفريغ الانفعالي أو التنفيس الانفعالي نتيجة الضغوطات أو المشاكل الحياتية اللي تحصل عندنا. نعم. لكن هي تسبب لي مشكلة نفسية فأحتاج إلى معالج نفسي، هذه أولا. ثانيا هنالك الاضطرابات الذهانية كالاكتئاب الذهاني، خلينا نقول إحنا الانفصام الشخصية، كثير من الاضطرابات اللي هي تحتاج إلى تداخلات طبية وعلاجية بعض العقاقير طبعا، وهذه باشراف طبيب متخصص في هذا المجال، وتعتبر نوع من الامراض المزمنه حقيقه، يعني علاجها يعني ياخذ سنوات طويله. اما بالنسبه للعلاج اللي هو اللادوائي يعني ايضا يحتاج فتره، لكن فتره قد نوعا ما تكون اقل ولكن نتيجتها اسرع من الاضطرابات الذهانيه. جيد، خلينا نشوف دكتور عدنان جهز ويانا. دكتور عدنان محمد ارحب بحضرتك اذا كنت تسمعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور شنو تقييمك للوضع الحالي للصحة النفسية ببغداد، خاصة مع وجود 3000 مراجع حسب التقارير الموجودة للأطباء النفسيين، وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح؟ في البداية أرحب بحضرتك وضيفك ضيفتك الكريمة وبجميع المشاهدين الكرام. طبعا انا ما كنت موجود في البدايه لكن سمعت نهايه كلام الاخت اللي دي تتكلم. بالنسبه للوضع الحالي فيما يخص محافظه بغداد، حاليا المستشفى الموجود هو مستشفى ابو رشد التدريبي لعلاج الامراض النفسيه والعصبيه ايضا، بالاضافه الى وجود مستشفى الرشاد ايضا لعلاج الامراض النفسيه والعصبيه. كذلك يوجد مستشفيات اخرى اثنين، هي مستشفى العطاء ومستشفى القناة التي هي خاصة في علاج الإدمان. وفي جانب الكرخ يوجد لدينا وحدات استشارية وكذلك ردهات في مستشفى بغداد التعليمي وكذلك في مستشفى اليرموك وفي مستشفى الكرامة. فلدينا دكتورة نيران تحدثت عن أنه مستشفى واحدة في بغداد. دكتور كل هذه المستشفيات تستقبل الحالات النفسية؟ نعم. وبالنسبة للرقم اللي ذكرته حضرتك هو كان على التصريحات اللي أدلت بها للآي ام ان، أنه خلال الشهر المنصرم مستشفى أبو رشد لوحدها استقبلت بحدود 3400 مراجع متوزعين بين رقود وبين مراجعة وبين لجنة طبية وبين استشارية وبين علاج نفسي وبحث نفسي وما شابه ذلك. جيد. أنا أسألك، هذه الأعداد اليوم في تزايد، أكو إقبال على الأطباء النفسيين، وشون تشوف هذه المؤشرات اللي هي بالارتفاع؟
طبعا لو قارنا الاحصائيات الحاليه مع الاحصائيات في الاعوام الماضيه نشاهد ان هنالك صعود في عدد المراجعين الى المستشفيات المتخصصه في علاج الامراض النفسيه، وخاصه في مستشفى ابو الرشود وكذلك مستشفى مدينه الطب وباقي الاستشاريات والردهات المتواجده في باقي المستشفيات، وهذا يدل على وجود وعي، زيادة في الوعي لدى المواطنين بعدم الشعور بالوصمة من الإصابة بمثل هذه الاضطرابات، كون أن معظم هذه الاضطرابات أطمئن الجميع أنه معظم هذه الاضطرابات هي اضطرابات وقتية مثل الاضطرابات العصابية وما شابه ذلك، والأمراض المزمنة هي أمراض قليلة لا تشكل نسبة 20% اللي هي تشمل الأمراض الذهانية والتخلف العقلي والخرف. هذه الأمراض تكون مزمنة ولكن نسبتها قليلة مقارنة بباقي الاضطرابات جيد. النفسية والعصبية. دكتور إذا تسمح لي أسألك عن العوامل الرئيسية اللي أدت إلى زيادة أعداد المرضى اللي يحتاجون للرعاية النفسية في العراق. طبعا أخي الكريم هنالك عدة أسباب التي أدت إلى زيادة مراجعين المصابين بالاضطرابات النفسية والعصبية إلى المستشفيات، من ضمنها أنه أهم نقطة أنه زيادة الوعي لدى المواطن، نعم، كذلك تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك باقي وسائل التواصل الإعلام المقروء أو الصحف والجرائد أيضا كذلك في نشر ثقافة الصحة النفسية لدى المواطنين، بالإضافة أننا في بلدنا الحبيب قد مر البلد بظروف صعبة جدا خلال الفترات السابقة، وهذه أيضا أدت إلى زيادة في الاضطرابات النفسية لدى المواطنين. هنالك عدة أسباب أخرى أيضا لا يتسع المجال لذكرها. نعم، أعود لحضرتك دكتور إذا بقى لنا وقت، يمكن جازنا على الوقت. دكتورة أسألك شلون تأثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الوضع النفسي لأغلب المرضى الذين يعانون من الأمراض طبعاً النفسية؟ طبعا أنا ذكرتها يعني في حلقتنا، الضغوط، ضغوط الحياة، يعني خلينا نقول احنا الضغوط المعيشية بصورة عامة، هذا الضغط السترس اللي يحصل عند الإنسان أيضا يسبب له كثير من المشاكل النفسية وكثير من الضغوطات، وأحد الأسباب الرئيسية حقيقة أعتبرها أني نتيجة خلينا نقول هذه الضغوط الاجتماعية أو الضغوط المجتمعية اللي تحصل عندي بكل مجرياته، سببت لي ظهور يعني خلينا نقول احنا حالات في نوع من التزايد اللي أدت إلى الإصابة. طبعا أنا ما دا أتكلم عن الذهانية اللي تكلم عليها دكتورنا الفاضل، دا أتكلم على العصابية أو بعض الحالات النفسية اللي تصيب الشخص. طبعا أنا يمكن ذكرت في بداية الحلقة ذكرت على مستشفى تخصصي اللي هو أبو الرشد، لكن إحنا كوحدات طبية داخل المستشفيات بغداد أو مستشفيات أخرى نعم موجودة، لكن هي كشعبة حالها مثل الكسور أو العيون يعني ما تغطي الأعداد اللي إحنا حاليا نريدها. إيه كم مستشفى عندنا دكتور؟ التخصصية ذكر أكثر من 6 مستشفيات أبو الرشد، التخصصية أبو الرشد اللي هي موجودة اللي هي قديمة هذه جدا عندنا، لكن اللي ذكرها بعد يعني اللي كشعب موجودة في مستشفيات اللي هي استحدثت في السنوات يعني خلينا نقول احنا الأخيرة كشعبة وليس مستشفى تخصصي. أنا أحتاج ودا أركز، يمكن ما أعرف، دا أركز على مسألة، نحن نحتاج إلى العلاج اللا دوائي، يعني حسنا دا يقول احنا نسبة 20% هي ذهانية يعني عندي 80% عصابية، إذا أنا يعني أحتاج هنا إلى المعالج، أحتاج إلى خلينا نقول احنا المراكز النفسية المتخصصة في هذا المجال. هذه أفتقدها في المجتمع العراقي، ما موجودة عندي. أنا بالبلدان الأخرى موجودة، أتمنى تسليط الضوء عليها، يعني أنا هذه الوحدة اللي أخليها الوحدة اللي هي النفسية في المستشفيات، أتمنى تأخذ شقين، شق اللي خلينا نقول إحنا الطبيب اللي هو المعالج الطبيب النفسي، وأيضا أريد معالج في 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 حالات أخرى، لأن أنا حتى النسبة هنا عندي نسبة العصابي أكثر من الذهاني، إذا شو أحتاج؟ أحتاج إلى الجلسات العلاجية اللادوائية نحتاجها حقيقة، يعني مو احنا مو دائما احنا كل شيء نعطي علاج، مو دائما اني اقدر، في بعض الاحيان مشكلة قد يعاني من عندها المضطرب نفسيا أو عنده خلي مشكلة نفسية يدخل في حالة ويخرج في حالة أخرى، كيف يعني؟ يعني هو ما يحتاج إلى خلي نقول إحنا إلى 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 أدوية أو عقاقير، لكن هذه الأدوية الكل يعلم إنه هي بها حالة من الإدمان، يمكن بعد ما يقدر ينام أو ما يقدر يمارس حياته إذا ما يأخذها. دكتور جازنا على الوقت المخصص اللي أتمنى من خلال منبركم تكون هنالك إضافة إلى العيادات خلي نقول إحنا الطبية الدوائية اللا دوائية حتى نقدر نغطي على هذا الإدمان النفسي. شكرا
جزيلا للأخصائية النفسية دكتورة نيران يوسف، شكرا جزيلا لحضرتك، والاختصاصي العلاج النفسي الدكتور عدنان محمد، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.